بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تطوير في الصف الثالث ثانوي في الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات، وموضوعنا هو المشتقات في جزئه الأول من إعداد جواهر البلوشي ومن تقديم صالح شميمري. فأهلا ومرحبا بكم. سنتعلم إن شاء الله هذا اليوم مشتقة دالة عند أي نقطة، وسنتعلم أيضا قاعدة مشتقة القوة. إذن مشتقة دالة عند أي نقطة تسمى النهاية F بين قوسين X زائد H ناقص FX قسمة H عندما H تؤول إلى صفر تسمى مشتقة الدالة. طبعا يرمز لها بالرمز F شرطة بين قوسين X، وتعطى بالصيغة التالية: مشتقة الدالة اللي هي F شرطة X يساوي نهاية FX زائد H ناقصا FX قسمة H عندما H تؤول إلى صفر. طبعا يقرأ هذا الرمز F شرطة X بمشتقة الدالة F بالنسبة للمتغير X. سنأخذ بعض الملاحظات المهمة. النهاية FX زائد H ناقصا FX على H عندما H تؤول إلى صفر لها عدة مسميات، وهي أولا تسمى مشتقة الدالة F بالنسبة للمتغير X، أيضا تسمى معدل التغير اللحظي للدالة F عند النقطة X و FX، أيضا تسمى ميل مماس منحنى الدالة F عند النقطة X و FX. الملاحظة الثانية، التطبيقات الهندسية للمشتقات طبعا تنقسم إلى قسمين: إما إيجاد ميل مماس منحنى دالة عند نقطة، أو إيجاد السرعة المتجهة اللحظية، وسنأخذ أمثلة على ذلك. مثال: أوجد مشتقة الدالة FX باستعمال النهايات، ثم أحسب قيمة المشتقة عند قيم X المعطاة. الدالة هي FX يساوي 3X تربيع ناقص 5X إذا كانت X يساوي 1. أولا سنوجد مشتقة FX باستعمال النهايات. الخطوة الأولى سنوجد أولا F بين قوسين X زائد H. سنذهب إلى هذه الدالة ونستبدل كل X بماذا؟ بX زائد H. عندي X هنا و X هنا، إذن سنستبدلها جميعا ونضع بدالها X زائد H. إذن هنا 3 بين قوسين X زائد H الكل تربيع ناقصا 5 في X زائد H الآن يساوي 3. تنزل مربع ال x x تربيع 2 في x في h هي 2 x h زائد h تربيع ناقص 5 في x زائد h. الآن نفك الأقواس بتوزيع الثلاثة على هذا القوس والسالب 5 على هذا القوس. إذن 3 x تربيع زائد 6 x h زائد 3 h تربيع ناقص 5 x ناقص 5 h. الآن أتينا ب f x زائد h 2. سنحسب المشتقة الآن. إذن F شرطة X قانونها يساوي نهاية FX زائد H ناقصا FX على H، وبالتالي إذن F شرطة X يساوي، سنضع جميع ال FX زائد H هنا اللي طلعناها قبل شوي، ناقص القاعدة اللي عندي هنا، ناقص ماذا؟ ناقص FX. إذن سنستبدل FX عندي هنا ونضع بدالها ماذا؟ نفس الدالة عندي 3X تربيع ناقص 5X، طبعا قسمة ماذا؟ قسمة H. الآن نفك الأقواس، يعني السالب هذا نضربه في القوس اللي بعده، ستصبح سالب 3X تربيع زائد 5X. يتبقى لدينا اختصارات. الاختصار الأول هو ماذا؟ هو 3X تربيع مع ناقص 3X تربيع. الاختصار الثاني سالب 5X مع زائد 5X. إذن سيصبح لدينا نهاية 6XH زائد 3H تربيع ناقص 5H على H، وبالتالي بعد ما نأخذ عامل مشترك H يصبح عندي 6X زائد 3H ناقص 5 قسمة H. لدينا اختصارات H اللي بالوسط معني في المقام. يتبقى لدينا نهاية 6X زائد 3H ناقص 5. إذن الآن سنأخذ هذه النهاية عندما H تؤول إلى الصفر، يعني نضع كل H بكم؟ نضع كل H بصفر. يتبقى لدينا 6X ناقص 5. إذن مشتقة هذه الدالة هي 6X ناقص 5. بعد ذلك
سنحسب قيمة المشتقة عند قيم X المعطاة، وقيمة X هنا عندي كم؟ قيمة X عندي هنا يساوي كم؟ يساوي 1. إذن عندما X يساوي 1 تصبح عندي الدالة المشتقة هنا كما أسلفنا سابقا هي 6X ناقص 5. سنضع كل X بواحد، F شرطة 1 يساوي 6 في 1 ناقص 5 وبالتالي يساوي 1. إذن التفسير الهندسي لذلك، هذا يعني أنه يوجد لدينا ميل مماس منحنى الدالة F عند ماذا؟ عندما X يساوي 1. هذه كم يساوي عندي؟ يساوي 1، وبالتالي هذا التفسير الهندسي. سنأخذ الآن قاعدة مشتقة القوة. قاعدة مشتقة القوة، إذا كان لدينا Fx يساوي X أس N، فإن مشتقة X أو مشتقة الدالة F هي F شرطة X يساوي N في X أس N ناقص 1، يعني الأس ينزل ننقص من الأس 1، حيث أن N هو عدد حقيقي. إذن مشتقة القوة F شرطة X يساوي القوة تنزل مضروبة في X القوة ناقص ماذا؟ ناقص 1. إذن سنأخذ أمثلة على ذلك. أوجد مشتقة كل دالة مما يأتي. أولا جي بين قوسين X يساوي X أس 4، إذن ننزل الأربعة تحت، هنا 4 X، وننقص من الأس 1، يعني 4 ناقص 1 يساوي كم؟ يساوي 4 في X أس 3، إذن المشتقة 4 X أس 3. طيب الدالة الثانية كي X يساوي الجذر التربيعي لX تكعيب. لاحظ معي أول شيء الجذر هذا نحوله إلى دالة أسية، تصبح عندي X تكعيب الكل أس نص. بعد ذلك حاصل قوة القوة، 3 في نص هي 3 على 2، إذن X أس 3 على 2. الآن سنأتي بمشتقة هذه الدالة، الثلاثة على 2 هذه ننزلها تحت ونقص منها 1، إذن 3 على 2 نزلناها تحت وننقص من الثلاثة على 2 الأس كم؟ 1. إذن سيصبح عندي 3 على 2 تنزل، وثلاثة على 2 نقص 1 اللي هو الأس كم يساوي؟ يساوي نص. إذن 3 على 2 في X أس نص، طبعا X أس نص هي جذر X، وبالتالي 3 على 2 في جذر X. الدالة الثالثة MX يساوي 1 على X أس 5. لاحظ معي لازم أولا الـ X أس 5 اللي في المقام نحولها إلى بسط، وبالتالي نغير إشارة الأس، ستصبح عندي X أس سالب 5. وقانون مشتقة القوة هي أنك تنزل السالب 5 تحت هنا وتنقص من السالب 5 1، إذن سالب 5 في X أس سالب 5 ناقص 1 يصبح عندي كم؟ ناقص 5 في X أس سالب 6. إذن سالب 5 في X أس سالب 6 يوجد لدينا مشكلة، وهو الأس السالب، نحوله إلى موجب وننقله إلى المقام، إذن سالب 5 على X أس 6 وهي المشتقة. تمرين، ما هي مشتقة الدالة Fx يساوي الجذر التكعيبي لX أس 4؟ أولا سنأخذ هذه الدالة كما هي، هذه هي الدالة Fx يساوي الجذر التكعيبي لX أس 4، سنحول هذا الجذر إلى قوة، وبالتالي يساوي X أس 4 تنزل اللي داخل الجذر، والجذر التكعيبي يتحول إلى 1 على 3. الآن نضرب حاصل ضرب القوة في القوة، 4 في ثلث بX أس 4 على 3. المشتقة تنزل الأربعة على ثلاثة تحت وتنقص منها واحد للأس، إذن أربعة على ثلاثة نزلناها تحت في X أس أربعة على ثلاثة ناقص واحد، إذن تنزل الأربعة على ثلاثة كما هي، وأربعة على ثلاثة ناقص واحد هي ثلث، إذن أربعة على ثلاثة في X أس ثلث. إذن الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ الإجابة الصحيحة هي الـ A. تقويم، أوجد مشتقة كل دالة مما يأتي باستعمال النهايات، ثم أحسب قيمة المشتقة عند النقاط المعطاة. طبعا جي تي يساوي سالب تي تربيع زائد 2 تي زائد 11، طبعا عند تي يساوي 5 و 3. أولا سنأتي بماذا؟ سنأتي بجي بين قوسين تي زائد اتش، وبالتالي سنضع كل تي هنا بتي زائد اتش، إذن سالب تنزل التي هذه نخليها تي زائد اتش الكل تربيع زائد 2 في تي زائد اتش زائد 11. الآن نفك التي تربيع زائد 2 تي اتش زائد اتش تربيع
زائد 2 بين قوسين تي زائد اتش زائد 11. الان في كل الاقواس اللي عندي يساوي السالب نضربه في جميع هذا القوس والاثنين هذا نوزع مرة مع التي مرة مع الاتش، تبقى لدينا سالب تي تربيع ناقص 2 تي اتش ناقص اتش تربيع زائد 2 تي زائد 2 اتش زائد 11. الان خطوة الثانية المشتقة يساوي نهاية جي بين قوسين تي زائد اتش ناقص جي تي قسمة ماذا؟ قسمة اتش. الان نضع جي بين قوسين تي زائد اتش جميع هذا المقدار اللي هو سالب تي تربيع ناقص 2 تي اتش ناقص اتش تربيع زائد 2 تي زائد 2 اتش زائد 11 ناقص تنزل وجي تي نفس هذه الدالة اللي سالب تي تربيع زائد 2 تي زائد 11 قسمة اتش. الان نفك الاقواس يعني السالب هذا تضربه في جميع هذا القوس وبالتالي سيتبقى لدينا اختصارات النقص تي تربيع مع الزائد تي تربيع ايضا 2 تي مع السالب 2 تي ايضا 11 مع سالب 11. يتبقى لدينا نهاية سالب 2 تي اتش ناقص اتش تربيع زائد 2 اتش قسمة ماذا؟ قسمة اتش. خذ عامل مشترك الاتش اتش برا بين قوسين سالب 2 تي زائد اتش زائد 2 قسمة اتش الاتش اللي فوق مع اللي تحت تختصر، يتبقى لدينا نهاية سالب 2 تي زائد اتش زائد 2. الان عوض كل اتش بصفر يتبقى لدينا ماذا؟ سالب 2 تي زائد ماذا؟ زائد 2 وهي المشتقة. بعد ذلك سنحسب قيم المشتقة عندما تي يساوي 5 وعندما تي يساوي كم؟ يساوي 3. اولا عندما تي يساوي 5 سنضع كل تي بالمشتقة بخمسة، سالب 2 في 5 زائد 2 كم يساوي؟ يساوي سالب 8. اذا جي شرطة 5 يساوي كم؟ سالب 8. طبعا التفسير الهندسي لذلك هو هذا يعني انه هندسيا ان ميل مماس المنحنى للدالة جي عندما تي يساوي 5 يساوي كم؟ يساوي سالب 8. ايضا عندما تي يساوي 3 نضع كل تي بالمشتقة بكم؟ بثلاثة، سالب 2 في 3 زائد 2 يساوي سالب كم؟ سالب 4. وبالتالي هذا يعني هندسيا أن ميل مماس منحنى الدالة جي عندما تي يساوي 3 كم يساوي هنا؟ يساوي سالب 4. تقويم آخر، ما مشتقة الدالة fx يساوي 1 على x أس 9؟ طبعا لازم أولا نحول ال x أس 9 اللي بالمقام إلى بسط، راح تكون كم؟ x أس سالب 9. إذن الآن اشتقاق هذه الدالة تنزل السالب 9 تحت وتنقص من السالب 9 1، يعني سالب 9 في x أس سالب 9 ناقص 1 يساوي كم؟ سالب 9 x أس سالب 10. طبعا السالب 9 x أس سالب 10 ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ هي LB. ماذا تعلمنا لهذا اليوم؟ تعلمنا المشتقات تعريفها وتطبيقاتها الهندسية وقاعدة مشتقة القوة تعريفها f شرطة x يساوي نهاية fx زائد h ناقصا fx قسمة ماذا؟ قسمة h. أما تطبيقاتها الهندسية هي إيجاد السرعة المتجهة اللحظية، أيضا إيجاد ميل مماس منحنى دالة عند نقطة. بعد ذلك أخذنا قاعدة مشتقة القوة، إذا كان عندي fx يساوي x أس n تنزل الأس تحت وتنقص من الأس ماذا؟ وتنقص منه واحد. بهذا نكون قد انهينا موضوعنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم ومشاهدتكم. إلى اللقاء في دروس أخرى من دروس تطوير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.